هنتكلم النهاردة على آلام الحوض عند السيدات ومشكلة آلام الحوض خاصة عند السيدات. منطقة الحوض بتشمل المثانة وجهاز التبول، بتشمل الجهاز التناسلي بالرحم والمهبل، بتشمل فتحة الشرج بالقولون والمنطقة دي. فأحيانا آلام الحوض يصاحبها في مشاكل في التبرز، أو يصاحبها مشاكل في التبول، أو أحيانا يصاحبها مشاكل في منطقة الجهاز التناسلي، سواء بمشاكل أثناء الجماع أو مشاكل أثناء الجلوس. كل ده الحقيقة من أهم الأسباب هو تهيج واضطرابات الأعصاب اللي موجودة في منطقة الحوض. الحقيقة الأعصاب في هذه المنطقة أعصاب عددها كثير جدا ووظائفها كثيرة جدا، والمشكلة إن هم موجودين في منطقة واحدة، فتهيج أي من هذه الأعصاب قد يؤدي إلى مشاكل وآلام الحوض. مشكلة آلام الحوض عند السيدات إن هي بتروح الأول عند طبيب أمراض النساء، بتلجأ له، بيتم الكشف عليها والفحص عليها. مشكلة لما ما بيلاقيش مرض عضوي، فبيبتدي يقول للمريضة أنت ما عندكيش حاجة. والحقيقة طبيب أمراض النساء يقصد أنت ما عندكيش حاجة تستدعي تدخل جراحي، إنما هي بيبقى عندها نوع من أنواع درجات تهيج الأعصاب، وتهيج الأعصاب ده بيصاحبه بعد كده بعض المشاكل العضوية زي ما قلنا، مشاكل في التبول أو التبرز أو في عملية الجماع بالنسبة لهؤلاء السيدات. فالحقيقة لازم الحالة المرضية مهمة جدا، لأن احنا لما بنحدد مكان الألم نقدر تقريبا نحدد مكان العصب اللي فيه التهابات. أحيانا بنلجأ إلى إن احنا نعمل رسم أعصاب لهؤلاء السيدات عشان نعرف أن يعني العصب المسبب لهذه الآلام. أحيانا بنلجأ لبعض أنواع الموجات الصوتية برضو لمعرفة أنه عصب مسبب لهذه الآلام. يعني النجاح هو إذا قدرنا نحط إيدنا على العصب المسبب لهذه الآلام. في بعض الأعصاب تشمل الجهاز العصبي السمبثاوي، في بعض الأعصاب تشمل الجهاز العصبي المجاور للسمبثاوي أو الباراسمبثاوي، في بعض الأعصاب الحسية. كل ده ممكن يؤدي للآلام بدرجة متفاوتة من مريض لمريض. العلاجات هنا بتختلف، إنما العلاج الدوائي يعني بيجيب نتيجة في حوالي 50 إلى 70% من هؤلاء المرضى، وخصوصا لو تم العلاج الدوائي مع بعض التمرينات اللي بنديها للمريض. هذه التمرينات وظيفتها إنها بتحسن وظيفة العصب، ويمكن من أشهر هذه التمرينات وكثير من السيدات عارفين هو كيجل إكسرسايز، وده بيتعمل وبيحسن منطقة عضلات اللي في الحوض، وده بيقلل الآلام بدرجة كبيرة. الحاجة التانية، أحيانا بنلجأ إلى الحقن في هذه المناطق لبعض الأعصاب، ولكن الحقن في المنطقة دي الحقيقة النتائج مش كويسة أوي. ليه؟ لأن أنا عندي ما يقرب من 20 عصب، قد يكون أحد أسبابهم هو المسبب لهذه الآلام، ولكن أنا ما بقدرش أحقن غير عصب واحد أو اتنين. ظهور الجيل التاني من التردد الحراري اللي هو عن طريق الجلد وبدون حقن او بدون وخز بالابر، الحقيقه بنقدر نتوجه بيه ونتعامل مع معظم هذه الاعصاب، وخصوصا ان هذا الجيل من التاني بقى فيه تردد حراري نقدر نديه عن طريق منطقه الجهاز التناسلي، فبيحسن النتائج اكتر واكتر. وشكرا.